من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الف مبروك فوز رجال كره السله بالنادي الاهلي، الفوز الثالث على التوالي في بطوله البال. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، معايا دلوقتي بقى احد نجوم الناشئين الصاعدين بقوه، بيقدموا اداء كبير جدا حقيقه مع النادي الاهلي، كريم حاتم. ده طبعا الف مبروك الفوز، زي ما قلت الفوز الثالث على التوالي، الحقيقه بتقدموا مستويات كبيره جدا. عايزك تكلمني على مباراه النهارده، الحقيقه شفنا نديه كبيره في المباراه، لكن كالعاده بقى روح النادي الاهلي قدرت تحسم المباراه لصالحها. والله الاول احب اقول الحمد لله على مكسب النهارده، طبعا مكسب مهم جدا وكبير. فرقه النهارده برضو فرقه كبيره مش صغيره خالص، بالعكس، بس متهيألي احنا كان لازم نحضر للماتش احسن من كده ونكون جاهزين له اكتر من كده. طبعا احنا يعني هم مشوا معانا ايكول جيم في اغلب الوقت، وممكن كمان كانوا ليد علينا في بعض اوقات الماتش، بس الحمد لله وروح الفانيلا الحمراء طبعا قدرنا نرجع تاني عليهم ونكسب الماتش ان شاء الله. عايزين نتكلم اكتر على نقطة انت ذكرتها، زي ما قلنا الجيم كان فيه ندية كبيرة، فعايز اعرف بقى ابرز الحاجات اللي قلتوها لبعض سواء اللاعبين او طبعا مستر اوجاستي باش، عشان تقدروا تعودوا للمباراة مرة تانية وتحسموها لصالحكم. والله هو ابرز طبعا النقاط ان احنا كنا طبعا نركز في الديفنس، ومن الديفنس ان شاء الله نروح الاوفنس. احنا على طول يعني كابتن اوجاستي بيخلينا نركز اكتر في الديفنس وبعد كده نفكر في الاوفنس قبل اي حاجة. عايزه اتكلم برضو على نقطه مهمه جدا، ونقطه الحضور الجماهيري والتنظيم، الحقيقه الاجواء مميزه جدا داخل صاله دكتور حسن مصطفى، فعايزاك تكلمني، اكيد وجود الجماهير في الصاله اكيد بيفرق معاكم كلاعبين ومع ادائكم في الملعب. الحقيقه احب اشكر طبعا الجماهير اللي بتيجي، بس يعني برضو مش لسه ما شفناش روح الجماهير النادي الاهلي كلهم، طبعا مستنيينهم كلهم في ظهرنا ويدعمونا، طبعا بيفرقوا معانا جدا واحنا خسرانين، طبعا واحنا يعني بنحتاجهم اكتر واحنا خسرانين قبل ما نبقى كسبانين. الجماهير طبعا ليها دور كبير جدا في مكاسبنا، وطبعا كل فوز بيبقى ليهم تقريبا الجزء الاكبر فيه، واحنا مستنيينهم ان شاء الله بقى في الحضور الجماهيري في الثلاث ماتشات الجايين. الحقيقه اخيرا انت بقى ليك دور كبير اكيد مع الفريق الاول، بتشارك في بطوله كبيره زي بطوله البال، فعايز اعرف شعورك ايه وانت بتشارك مع الفريق الاول. والله الحقيقه طبعا بكوني اصغر واحد في الفرقه، ده طبعا بيحملني مسؤوليه كبيره جدا، ان انا على طول لازم ابقى في احسن شكل وفي احسن صوره، ولازم يعني على طول كل اللعيبه بتحاول تنصحني ان لازم عشان ابتدي اخد وقت كبير في الملعب لازم ابتدي اعمل حاجه مختلفه عن باقي الفرقه، بحيث مثلا لازم اموت نفسي على كل كوره وادافع اكتر، طبعا ده برده بيحملني مسؤوليه كبيره جدا. بشكرك جدا، وان شاء الله بقى الفوز والتاهل للنهائيات في رواندا ان شاء الله باذن الله. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع نجم النادي الاهلي النجم كريم حاتم، اكيد معانا مزيد من اللقاءات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.